السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزميلات والزملاء المحترمين، التعارف سنة. هناك من يعرفني بس أعرف بحالي، أنا المهندس مبارك الطهراوي، مهندس بترول، خريج يوغوسلافيا رقم 305، بس أنا تخرجت من الجامعة عمري 17 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأنتم معشر الزميلات والزملاء وفي هذا الجود تساهمون في التنمية وبناء الوطن، وأنا أستميحكم جميعا وأطلب منكم جميعا أن نقف جميعا دقيقة واحدة حدادا على سلطة المصادر الطبيعية التي تم وعدها. فاللي بيتفق معي وقف معي دقيقة حدادا على سلطة المصادر الطبيعية. شكرا 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 لكم. الآن اسمحوا لي، نعم اسمحوا لي أولا أن أشكر الدكتور ناصر نواصرة واللجنة ورئيس شعبة الهندسة والجميع اللي اختاروني لأدير هذه الجلسة الثانية، ولأتشرف بتقديم زميل أولا وأخ حبيب ومعروف لديكم جميعا، المهندس الجيولوجي المعروف في النقابة والنشيط نقابيا وعضو النقابة الأخ سمير الشيخ، اللي يطول عمره شباب ونشيط، ورغم ذلك لديه خبرات واسعة، خبرة الكهول وهمة الشباب. أتشرف وإياكم للاستماع إلى محاضرته حول استطلاع الموقع للمشاريع الإنشائية، فليتفضل مشكورا. يعطيكم العافية جميعا. بداية أشكر شعبة هندسة المناجم والتعدين وبممثلة برئيسها وبأعضائها جميعا، وكذلك أيضا اللجنة العلمية برضو اللي اشتغلت وحضرت لهذا الملتقى، أيضا ممثلة برئيسها دكتور ناصر النواصرة ورئيس الشعبة أيضا مهندسنا لؤي الرمحي على النشاطات. مش هذا النشاط، أيضا لهم نشاطات بالفترة الأخيرة وما شاء الله عليهم، وإحنا بدنا إياهم يستمروا بالنفس هذا. وهذا الملتقى الأول للمهندس الجيولوجي والجيوتقني، صراحة نفتخر فيه ونعتز فيه ونأمل منهم نشاطات أخرى، ويعطيكم العافية. بداية زملاء، سوف أقوم باستعراض أهمية ودور استطلاع الموقع في المشاريع الإنشائية بصورة سريعة، وبعد ذلك في يمكن تجربتين أو اختبارين خاصات بريشر ميتر وتست ستاتيك لود، ممكن كمان أتحدث عنهم، وبعدين في يمكن أستعرض بعض المشاريع اللي تم تنفيذها العام الماضي والتي تعتبر مشاريع ذات طابع خاص. بداية، قانون البناء الوطني وضع العديد من الكودات الخاصة بجميع الاختصاصات التي تحدد مجموعة القواعد. اللي بتحدد مجموع القواعد والشروط والمتطلبات الفنية والهندسية المتعلقة بالأعمال، كما يوجد كود خاص يسمى كود استطلاع الموقع يراعي جميع الحالات العامة والخاصة. ويمكن يتحدثوا زملائنا وبخص دكتور يمكن جمال قطيشات، من سنتين يمكن أو أكثر صار في مراجعة وتحديث لكود استطلاع الموقع تحديدا، وأنا يمكن كان الشرف إلي أن أكون أحد أعضاء اللجنة، بس يمكن زملائي ما كملت معهم، بس زملائنا أعتقد أنجزوا يمكن بمراحله النهائية.
الهدف منها استطلاع طبيعة الأرض، المراد إقامة مبنى أو مباني متعددة أو منشآت مختلفة، سدود، جسور، أنفاق، محطات تنقية أو أي أبنية أخرى، لما لذلك من تأثير كبير على طبيعة الأعمال الخاصة بالمشاريع وإنشائها، بالإضافة إلى تأثيرها على المنشآت المجاورة. تحدد هذه الكودات المعلومات الواجب الحصول عليها لأغراض التصميم، آخذة بالاعتبار ظروف السائدة في المملكة الأردنية الهاشمية. مجال استطلاع الموقع، مجال استطلاع الموقع يعتمد على الشروط الواجب اتباعها: جمع المعلومات العامة، استكشاف تفاصيل الموقع، جمع المعلومات عن الموقع ذات العلاقة بالتصميم والتنفيذ. يهدف استطلاع الموقع كخطوة أولى وأساسية قبل المباشرة في تصميم الإنشاءات في الموقع في المواقع الجديدة، تمكين المهندس المصمم من معرفة مدى ملائمة الموقع للمنشآت المنوي إقامتها، التنبؤ بأي صعوبات قد تنشأ خلال التنفيذ، وضع التدابير المسبقة للتغلب عليها، دراسة جميع التغييرات في ظروف الموقع وأسبابها وتقدير النتائج المترتبة على ذلك، إجراء الدراسات لتحديد إمكانية تغيير استعمالات المنشآت القائمة. يتم تنفيذ دراسة شاملة لمواقع الأبنية وذلك حسب متطلبات الكود الأردني لاستطلاع الموقع، وتهدف الدراسة إلى جمع المعلومات الأولية عن الموقع من حيث استعمال الموقع، حدود الملكية، الارتفاعات المسموح فيها، الارتدادات، المعلومات والجيولوجيا والطبوغرافية، جيولوجية الموقع وطبوغرافيته، استكشاف الموقع، عملية جمع المعلومات عن المشروع الذي يراد القيام به، وتقييم المخاطر الخاصة بالمشروع حيث يمكن أخذ عينات من التربة على أعماق مختلفة باستخدام معدات وطرق الحفر المختلفة CBT، كور، SBT، هامر، الطرق العادية. تصنيف الموقع حسب الكود: مواقع المباني المنفردة ومواقع مباني متعددة المباني ومشاريع خاصة. تصنيف المباني: يتم تصنيف المباني حسب عدد الطوابق ومساحة الطابق، استطلاع الموقع قبل التصميم، تحديد الطريقة المناسبة لأخذ العينات، تصنيف ووصف العينات، تسجيل معلومات كل بئر سبري. توصيات استطلاع الموقع: يتم وضع الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالتصميم، الأساسات والجدران الساندة، تحديد أنواع الأساسات الممكن تنفيذها، عمق التأسيس، قوة التحمل المسموح بها، وتحديد قيم معاملات الأمان المستخدمة، قيم الهبوط الكلي أو الجزئي في الموقع، أساليب معالجة التربة الطينية القابلة للتمدد والتقلص إن وجدت، تحديد طرق خفض منسوب المياه الجوفية والسطحية، تحديد طرق وأساليب حفر الموقع لبدء عمليات البناء، ذكر الميول المراد التجريف بها للحفاظ على اتزان التربة، تحديد وسائل صرف المياه بعيدا عن الأساسات، يتم تحديد أثر الزلازل على الأساسات. بالنسبة للآبار وتوزيعها، يمكن معظم الموجودين بيعرفوا في فحص التربة 3 طوابق مثلا لها عدد معين، أعماق معينة 4-5، هاي الكود حددها. كمان بالنسبة للمساحات نفس الشيء، 200 متر وأقل، أكبر من 200 متر. هلأ استطلاع الموقع بشكل عام، في عنا طبقات التأسيس، طبقات صخرية، وبتنقسم هاي الطبقات الطينية، كل طبقة إيش الفحوصات الممكن إنه يتم عليها، بريشر ميتر مثلا الطبقات الصخرية، كور سامبل، بريشر ميتر تيست، الطبقات الطينية، سول كلاسيفيكيشن، SBT، CBT، في الأشت والسول كلاسيفيكيشن كمان، هذا اللي هي تقسيم التربة، الجداول العادية وتقسيمات التربة يمكن كل كمان مطلع عليها، فحوصات مختلفة في استطلاع الموقع وأهميتها. هون بالنسبة للكور سامبل فور روك، كيف العينات هون بتم أخذها بالحفارات، هاي العينات يمكن هاي طازة لساتها، يعني هاي أول امبارح في طريق المطار في مشروع بيشتغلوا يمكن المركز العربي، فهاي الصور امبارح بعتونا إياها يعني الشباب، طبعا كلية حجر لايمستون، وشايفين كيف فراكشرد فيه. هاي كمان عينات كورسان بالروك، روك كواليتي كلاسيفيكيشن كمان هون اندكس، تصنيفات كمان الروك من حيث تماسكه وضعفه وقوته، وكمان ان كونفايند كومبريسيف سترينث. انا هاي صراحه بميل عليهم يعني هيك مرور، يعني الكل اكيد يعني مطلع عليهم. هون الاس بي تي، عينات الاس بي تي اللي بيتم اخذها، الكل بيعرف يعني كيف نفس طريقه الكور، يعني بتكون تقريبا الكون بنتريشن تيست اللي هو CBT،
في حالة ما تمكناش أخذ اس بي تي بتم اللي هو عمل السي بي تي. هلا هون بالنسبة للبريشر ميتر تيست، هدول يمكن من الفحوصات اللي حابة أتحدث عنهم شوي. هذا الجهاز يمكن يعني للعلم يعني سعره يمكن من 7000 ل 20-25 ألف حسب نوعيته. طبعا هذا اللي بيستخدم خاصة في السدود وبحدد انه هون البايرنج كاباسيتي والموديولس اوف الاستيك الستريس والسترين. الجهاز هذا هلا صار يمكن مطلوب للابنية العالية تحديدا، والمشاريع السدود زي ما حكيت يمكن اكثر شيء بيتم استخدامه. الجهاز زي ما شايفين انتم بالصورة يعني عبارة عن بتم توصيل بايبات داخل الحفرة، وفي عندنا باكر، حتى الباكر هذا اللي شايفينه يمكن بالصورة يعني بالرسم الباكر هون وبالرسم الثاني هاي الباكر. هذا الباكر طبعا انواع يعني في للصخر الصلب للمواد المتوسطة للطين، في انواع باكرات يعني بتكون مختلفة. طبعا بتم ربطهم بالجهاز وبتم انزاله للبير للطبقة المراد الفحص فيها، وعن طريق المية والغاز، في انبوبة غاز كمان نيتروجين يمكن بالصورة الثانية هاي يمكن شايفينها هون، هاي كمان يعني وهي بالصورة هاي يمكن موجودة، وعن طريقهم بتم أخذ قراءات وتثبيت لمدة معينة في الطبقة المراد فحصها، وبالتالي بتم أخذ هاي القراءات ومن خلال شرطات معينة وبتم حساب قوة التحمل. Static load test for pile. طبعا هدول اللي شايفينهم هدول مشاريع تم تنفيذها هون. هذا مشروع الأولاني، هذا مشروع الباص السريع، المحطة اللي انبنت يمكن السنة العام الماضي أو اللي قبل أعتقد، اللي هي برأس العين، منطقة رأس العين تم حفر بايلات حوالي يمكن 80-87 بايل، وقبل هلا ما يتم عملية الحفر اللي تم عندنا لازم اي دراسه للبايلات بتكون بدايه بدراسه نظريه، بعدين قبل هيك بتم حفر بايلات خارج المشروع اللي هم مثلا 3 بايلات. القوه المطلوبه هون كانت عندنا بحدود 150 طن، فتم على الاساس هذا حفر البايل بالاعماق المطلوبه تبعته. وفي بايلين شايفينهم هون هذول بنسميهم رياكشن بايل. وين راحت الصوره؟ طيب هذا مشروع راس العين، هذا المشروع الثاني حكينا عنه، هذا في مشروع الغور او البحر الميت، الجسر اللي انهد وهسه سوى محله واحد ثاني، هذا كان مطلوب كمان حوالي 360 طن. شايفين هون الجكين، كل جك تقريبا حوالي 180 طن. هلا الشغل فيهم يعني بيتم عمليه مراقبه، شايفين هون مثلا في بيتم وضع جيجز هون كليتها لمراقبة الهبوط. الأساس أو الشغل الرئيسي بالعمل هذا هو البايل هذا الرئيسي اللي موجود بالنص، بتم تحميل الجك عليه زائد الجسر اللي موجود. هدول البايلين عبارة عن بايلات رياكشن بس يثبتوا القوة أو الدفع اللي بيصير هون من الجك الرئيسي. يعني هدول مهمتهم أو مطلوب منهم أو بتم حسبتهم على أساس يقاوموا اللود اللي موجود هون. طبعا هذا الشكل اللي هو الشكل اللي نحكي بالموقع. في شكل يمكن كان بدائي كانوا يجيبوا مكعبات، أو اللي شافوا يمكن بصور معينة أو محل معين كانوا يجيبوا عبارة عن مكعبات كبيرة، بس هاي المكعبات أطنان يعني بدك لما نحكي مثلا 360 طن يعني بنحكي عمال على جسم كبير بدك تحمله بشكل كذا، فيعني شوي فالموضوع الرياكشن بايل بكون يعني اسلم واحسن. وطبعا على اساسه نجاح التست هذا في نسبه معينه للنجاح، التست مثلا انش او انشين للهبوط، اذا فشل بنروح بتم هون تغيير قطر البايل، القطر او العمق او اي شيء ثاني، بس يعني هذا بكون نجاحه معناه التصميم بكون جيد وبتم ال. طيب هون في بعض المشاريع، في مشروع الكرك كمان، هذا مشروع قديم كان فيه هبوطات
بالجدار الخارجي. في كان دكتور بلال جريسات خريسات زميلنا دكتور بلال خريسات اشتغلنا معاه بالموضوع هذا، واشتغلنا هون سوينا 4 دراسات كاملة، دراسة جيوفيزيائية ودراسة جيولوجية ودراسة كمان ودراسة لاند سلايدنج كمان للانزلاقات. هاي كمان بالقلعة من ورا فتحنا شوارع اشتغلنا حفرنا جوا القلعة. هاي كمان هون كمان تم وضع سنسور لمراقبة التشققات. هون برضو مشروع في سلطة وادي الأردن سد بن حماد، برضو هون اشتغلنا اللي هو بريشر ميتر تيست وبيرمابيليتي وفحوصات مختلفة. هذا يمكن آخر من 7-8 أشهر طلب منا كمان دراسة لجيوفيزيائية للكتف الأيسر لسد الموجب، في مشاكل بالسد أو كتف السد، وعملنا دراسة وقدمنا لهم إياها. هذا المشروع يمكن اللي قبل شوي يتحدثوا عنه الزملاء وزميلنا يمكن جمال، اقتشاءات اللي هو الانهيارات أو الديوترينج اللي بطريق جرش. طبعا مجلس البناء الوطني في لجنة فنية مشكلة موجودة منه قاموا بوضع الدراسة. احنا اللي اشتغلنا تنفيذ كان لهذه الدراسة من ضمن عطاء، يعني تم طرحوا عطاء واحنا قمنا بالتنفيذ. انا صراحة بتطلع هون اختلفنا شوية ولا نشتغل هون احسن عشان بدنا ايه ما تأشر هيك بتجيش يمكن هاي. طيب نحكي من هون خلاص على هذا عشان نكون بالنص. طيب هذا الجزء كان الدراسة عبارة عن مشروعين أو جزئين، جزء منها كان العمل آبار، يعني هيك كان الاقتراح من العطاء أو الوزارة أو اللجنة الفنية، حفر آبار تحت موازي للشارع على أساس ضخ المي أو تقليل منسوب المي. حفرنا يمكن احنا بداية بير وبيرين، بس تفاجأنا انه طلعت عندنا المية وكان مستواها عالي، فبالتالي لغينا هاي او لغوا الفكرة هاي. هون يمكن كمان هاي شايفينهم بيزيوميتر وقياسات الليفل، قعدنا فترة واحنا نراقب منسوب المية بالمنطقة. هلأ الاقتراح الثاني او الاشي الثاني اللي انشغل اللي هو بالجبل نفسه عشان نقلل من منسوب المية، نحكي تم عمل اللي هو الأناكر اللي شايفينها بميل تقريبا من 15 إلى 30 درجة، وهي بعمق تقريبا ناس يمكن 12-15 متر تقريبا بالشكل هذا. وتم وضع البي في سي، مواسير البي في سي تم تشريحها وإيصالها يعني لداخل الجبل لعمق معين، وتم لفها أيضا في شايفين هون يمكن بالصور هاي خربشنا. نأشر هيك تجيش هيك. هاي بالصور هون هي عملية التشريح للبي في سي عشان يتم دخول المي. هاي المنطقة هاي حكينا شايفين كمان كيف فيها شجر كتير كليتها عبارة عن نزازات مية، وهذا بالجبل فوق، هذا الشارع تحت يعني أسفل جاي بالمنطقة الواطية الشارع، وبالتالي شايفين الميل كيف تم حفر الأنكرز هاي أو الحفر بشكل مائل. هاي كمان هون يمكن نفس المنطقة. هلأ جبنا كمان برابيشي كبيرة يعني وعساس توصيلها. هاي هون الجيوتك ستايل كمان لفناها عساس برضو ما تتسكر هاي الفتحات وتضل شغالة. هاي السيستم هون تقريبا شايفين كيف كامل تم توصيله كامل. بعدين هاي هون زملائنا باللجنة وهي زميلنا أنور طالع معهم طيب هل المشروع الأخير آخر إشي حابين نتحدث عنه، هذا كمان سور استنادي في برضو محطة طبربور، محطة نواجس طبربور الباص السريع. طبعا كان في عندهم مشكلة هون إنه في خدمات عديدة موجودة بالأرض ومواسير وقصص، فاستشارونا يعني شو ممكن نسوي.
يعني بالحالة هاي. فاقترحنا عليهم إحنا اللي هو بناء إنه يبنوا الجدار من غير قاعدة. هذا الجدار كله مبنى عن طريق الاي بيز اللي موجودة. طبعا الاي بيم هذا شايفين يعني حجمه تقريبا 30 × 30، من خلال طبعا مهندس قام بتصميمه. يعني أنا بالنسبة لي كان شوي يمكن أوفر كتير، يعني لأن المسافات يمكن 2.5 إلى 3 متر، والآي بيم هذا نازل بالأرض 2.5 تقريبا، 2.5 إلى 3 متر، وطالع بحدود 1.20 متر هيك إشي يعني. بس يعني هاي كانت يعني فكرة وتم تنفيذه. يعني شايفينه كيف القاعدة تبعته أو الجسر فقط 60 سم، يمكن 40 سم، هاي القاعدة اللي طلعت عندنا بس عشان نحمي، لانه اي جدار استنادي بده قاعده، فاقل شيء لازم يكون 1.5 متر أو 2 متر. ارتفاع الجدار بحدود 4-5 متر يعني هذا. بس استطعنا انه ننفذه بالطريقه هاي، وما شاء الله عليه هاي طرق التنفيذ هون يعني. وشايفين الارتفاع يعني ما كانش ارتفاع عادي او بسيط، وحتى المسافه العاليه او المسافه العريضه الخلفيه تم عمل لها، يعني شايفين كيف يعني حتى دعامات تم يعني زي طبار معها ودعم للجدار نفسه. الجدار بالعادة شغل 25 سم 20 سم، فاستم العمل المقاطع هاي الخلفية. يعطيكم العافية وشكرا لكم.